وفد كندي يستعرض بالرباط الفرص العديدة التي تتيحها مقاطعة نيو برونزويك بكندا في مجال الاستثمار والعمل وريادة الأعمال والدراسة والهجرة. Aujourd'hui, nous sommes présents au Maroc avec une délégation de presque 40 personnes. نتواجد بالمغرب اليوم لاستعراض إمكانيات تشغيل الشباب وتحديد بعض الفرص الاقتصادية ومشاريع التعاون لا سيما في مجال الدراسة والتعليم. كذلك نرغب بالتعريف بالميادين التي توفر فرص عمل أكثر بكندا والتي تتجلى بالأساس في تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني ومراكز الاتصال والمالية والصحة وغيرها. استقبلنا بفرح غامر وفدا من ولاية نيو برونزويك بكندا، وحضور هذا الوفد في أول مهمة رسمية إلى المغرب يعكس الروابط الهامة القائمة بالفعل بين المغرب وكندا، وكذا الاهتمام الذي توليه إلى التقارب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بين البلدين. ويزور هذا الوفد المكون من 30 شخصا من بينهم موظفو الهجرة وممثلون عن الجامعات ومعاهد التدريب وخبراء في التنمية الاقتصادية العاصمة، لمقابلة مئات المرشحين المغاربة المتوفرين على مؤهلات والراغبين في الدراسة والعمل والعيش بشرق كندا، ولكن أيضا من أجل تشجيع رجال الأعمال الراغبين في اغتنام فرص الأعمال التجارية وإمكانات الاستثمار في هذه المنطقة.